هدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبارك؟ أخباري طيبة. بخير. الحمد لله كل شيء زين. بخير. نعم، سرت حالهم خير وسهالة. شو اليوم؟ اليوم إن شاء الله عندنا بسكوت رخامة. ما أسمع. بسكوت رخامة. بسكوت رخامة. إيه. عبارة عن فول سوداني. شوف، إحنا تنقولوا لي في المغرب الكاوكاو، هذا الكبير فول إيه. سوداني. نص كيلو أنا عندي، وعندي أي نوعية ديال البسكوت أنتو تحبون تحطوها حطوها، يعني اثنين علب من هذول الصغار عندي هنا نص كيلو. شوفوا، أول شيء الفول السوداني حمسته دخلته في الفرن إيه. وعقب رطرت ترطريط ما بتحيش رات الرماد، لا نعيم حث يعني. وهذا البسكوت ها هذا هو النوع هذا، أو أي نوع بسكوت تاني. ونوع الشوكولاتة هذا، عندي الشوكولاتة الأبيض والشوكولاتة الأسود، وعندي كوب عسل. بس هاي كل المكونات، هذه كل المكونات تعالى هنا عندي، وكنسويه في حمام مريم بحال هكا، هذا الأسود وهذا الأبيض، وكنحطه خشوقة زيت يعني مال الطبخ، واحدة هني واحدة هني، زيت نباتي حطوه مع الكاكاو آه. الكاكاو الأبيض والكاكاو البني، الشوكولاته السوداء والشوكولاته البيضاء آه. ويخلون بهالطريقه هالشي آه. يسمون الطريقه هاي حمام مريم. ليش يسمون حمام مريم؟ عشان عمي اذا حطينا على النار يعني هو الاول كيلصق كذا آه. على مهله شوف إيه. لين يصير ويذوب آه. يعني قطعه من هذا وقطعه من هذا آه. ويخلونه جاهز اذا آه. وحينه الحين حنتوكلوا على الله. شوفوا عندنا بنص كيلو ديال هذا، وغادي نحط عليه البسكوت، وغادي تسمحوا لي نحط قليصه ديال الملح ها. يعني خلطت حينه آه. اللي فول السوداني أيه. والبسكوت آه. البسكوت خياري، البسكوت خياري مو اجباري اه، وكنبداو نجمعوه بالعسل. كيف يعني هذا خياري مش اجباري اه؟ هي في الاول كانوا يديروا فيها بس هذا الفول السوداني، يعني ما كانوش كي الحين خلاص حطينا فيها كوب العسل وجمعناه كامل. كوب العسل خذته آه. كامل حطيناه، وكنجيبوا بلاستيك اول شيء، وصح زي اي شيء عندكم تحطون فوقه زين بلاستيك، وكنحطوها بحال هكا، وكنبداو نرتبوا فيها. حوريكم كيف لما خلص كتبقاو ترتبوا بحال هكا. هدى هذا شو تسمونه انتو؟ مدلك. مدلك اه. وانتم شو تسموه؟ محلاي. محلاي لا، احنا نقولوا له مدلك. كتبقاو بحال هكا ترتبوا فيها باش تجيكم زي المربع، ما تكونش دائريه، تكون زي المربع. اش معنى؟ عشان في التقطاع عمي ما يكونش فيها تكسرات وايد. ايوا ترتبوا فيها بحال هكا مربع عشان ما يكون فيها تكسرات وايد. انتو حتشوفون كيف انا اسويها زين صافي. وكنديروا الشوكولاته الاسود اي لون انتو تبون حطوها. اول شيء كنبقاو نمشيو فيها بحال هكا من هذا. الشوكولاته الثانيه بعدين عمي لما الحين حندخلها للثلاجه. والله هذا البسكوت ما يروح الفرن نهائي. اه شو اسم الطبخه هذه؟ رخامه آه. يعني هذه بدون بدون ضوء اه. وحوريك ليش يقولوا لها رخامه، عشان تجي من الفوق بحال الشكل ديال الميلفا يا عمي، مثل الرخام آه، مثل الرخام ومثل ديزاين مال الميلفا. شفتي الميلفا مثلها صافي، كتبقى تمشي فيها بحال هكا. وغندخلو للثلاجه الحين، وبعدين حنوريكم كيف. من بعد ما كتطلعوا هاد البسكوت والبسكوت الرخامه من الثلاجه، شوفوا كتحطوا كيس بحال هكا، وتردوا ثاني بحال هكا هكا. كنحيدوا هذا اللي كان هنايا، وهنا غادي نصبوا الشوكولاته البيضاء. ايوا هكذا، ونحطوا فيها بحال هكا، نرتبوا فيها. حطينا الشوكولاته البيضاء ودخلناها للثلاجه وطلعناها، الشوكولاته السوداء تحطوها في كيس بحال هكا، وتحبوها من هني وتسيروا تسووا. نشوف شوف، احنا راحت المطبخ حار، كتبقاو بحال هكا غاديين. المطبخ حار حب. شو هذا الحين؟ هذا التزويق عمي، تزيين. شو اسم البسكوت هذا؟ رخامة. بسكوت رخامة. بسكوت الرخامة آه. شوفوا كتبقاو بحال هكا بعود الاسنان. المطبخ حار، حنا الشوكولاته كلها ذابت لينا صافي، كتبقاو غاديين بحال هكا شتي، وكتجي بحال الديزاين ديال الميلفاي من الفوق. كيقولوا لها هذه بسكوت الرخامه، بس هي راه كتجي رقيقه هاد الشوكولاته. شوفوا انا مع المطبخ حار الحين، حدخلها للثلاجه عشان شويه تستوي، ونصور لكم في الاخير. طلعنا بسكوت الرخامه من الثلاجه،
شوفوا، ولكن كنبداو نرتبوا الجوانب بحال هكا، كاع دوك الزوائد كنشيلوهم بحال هكا، حتى ما كنرميوهمش كنخليوهم. طبعا لذيذ. تعال كتبقاو تقطعو بحال هكا مرتب. شوفوا انا السمك انا ما غلطته، الناس غلطه. شوف شوفوا السمك ماله كتجي راه. شو الخلف؟ الخلف كيف لونه؟ التحت ها ابيض، كل واحد الديزاينات اللي بيسوي. حنا المطبخ حار، شوفوا الشوكولاته كتذوب لينا. نتوما لما تسووا سووها في مكان بارد، عندنا اليوم كيسوي في السم حار المطبخ. ما تخلي شيء ما تعرفه. قول ما شاء الله خدم الدنيا كلها. يعني مدارس علي مقاري علي تعلمتها ببيت اهلي الاشياء. انا ابو بيت هلش عيلتي تيار، كانهم يخدمون هالدنيا كلها. تيار معلوم تيار، ولاد الدراوي واجرك على الله، سول علينا في ازمور. منو؟ ولاد الدراوي ولا تيار، معلوم تيار. ها شوف عمي خليني من الهضره ديال وهذا هو البسكوت ديالنا. شوف هذا بس فيه نص كيلو، عاد اللي كلاو منه. هزي تعدلي تي هن مو نفقي. ها 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 شوفوا كيفاش كيجي، شوفوا السمك ديالو، شوف كيجي زوين، يعني اقتصادي ما فيه ولا شيء. اربع ما بغالي وما بغالي، واربع مكونات. ويامل يامل اشو جربي. وهذه الشوكولاته عشان المطبخ حنا حار، اذا سويتوها في مطبخ بارد كتكون رقيقه يعني رفيعه. انا حيت المطبخ حار دابت لي شويه، بس ما علي، اهم شيء يكون الشغل في البيت.